من الزمالك لبن شرقي سيناريو ساسي لن يتكرر، يعني انت مش هتستنى لاخر الموسم وتمشي، مش هنلعب الجيم ده تاني اللي احنا لعبناه مع فيرجاني ساسي مش هيتكرر. عشان كده لازم بن شرقي يحدد موقفه قبل يناير الجاي. هتيجي هتكمل تمضي، مش هتكمل مفيش مشكلة امشي، بس هتتباع الست شهور دول والنادي يستفيد. لما طلبوا من كارتيرون سألوه طب مين يجي مكان بن شرقي، هنفترض مشي بن شرقي دلوقتي، عندنا رزاق سيسي بس ما يكفيش لوحده، لازم حد تاني، فرشح احمد رفعت اللي كان في الزمالك لغايه سنتين فاتوا وما خدش فرصته. رشح احمد رفعت اللي كان في النادي المصري، كان في انبي طبعا وراح الزمالك، وبعدين راح المصري اعاره، وبعدين مشي وراح الاتحاد وراح المصري، وبعد كده دلوقتي بيلعب في نادي فيوتشر. هو شايف كارتيرون البديل الامثل ليه بن شرقي لما يمشي هو احمد رفعت، الهي متالق جدا مع منتخب مصر.